مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوق مواشي محافظة ديالى نقدم لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز 2023. مكان السوق قرب مديرية مرور ديالى وأيام العمل الاثنين والخميس مثل ما قلنا. تابعونا وتعالوا شوفوا أسعار هذا السوق. تحياتي لجميع من يتابعنا وشكرا لمصورنا العزيز. اللي هي وبنها العملة عليها 700. خوش مربية صخل ما شاء الله. أربع صخور كبار وأربع أجداع كلهن كوم بيش بيش صار مليون و325 صار مليون و275 كلهن 8 تن موفقين. هي عين عباس انا ابو احمد هي وبناتها هاي رايدينها 900 هي وبناتها 900 شو وراها؟ وراها نتيه وفحل حلوات. شقد نتيه شقد عمرهن؟ عمرهن اقل الشهر اقل الشهر وراها بنا الاثنين. هذه وراها فحل مو؟ ها نتي حلوه. خوش نتي حلوه. شقد تعاملون عليها؟ 400 425 وبيها مجال. يلا خلاص طليان في حله من الباريات يعامل عليها 650 زوجها 650 الف. ايش قد اوزانهم تقريبا؟ هذا يطلع تقريبا 16 يمكن ذاك 18 هذا لو اقل هذا 16 وهذا اقل ها 16 واقل. هذول بحله اسمان ما شاء الله عملتهم 7.5 750 الف زوجهن اثنين هن بحله. خشنا اوزانها فوق ال 20 اكيد. ايه هاي طلع 45 ما شاء الله. قصاب ما ادري مقدرين. اي قصاب مقدرين 45 عملتهن ايش قد؟ 8.5 850 نعم 850 الف وبهن مجال. هذا الحلال كله عملته فوق ال 800. لا الحج جاي يعطي 500 عملتهم ذني 600 ايش قد يندفع بيها؟ لا الحج جاي 500 لا الا نيه يعطي 500 الا نيه الا نيه بس متردد. لا هو 8 الا ربع خسران خسران والله خسران. ابو حنان بيبيع عمو مثلا كل واحد والله ب 10000 بيصير له هسه اذا قلنا لنا ونعطيك على مو عشان لا لان عملتها المليون يدفعون به بحدود 800 الزوج خشنات. يا حلال هذا حجي يا حلال ايش قد عمره؟ الله ما اعرف يا حلال هذا تقريبا الرابع. شو التضريب على حمداني؟ على حمداني نعم. اي نعم تضريب على حمداني فوش فحل هلال الرابع عملته؟ عملته ب 800 800 يعامل عليه في مجال ان شاء الله. نعم فوش فحل حلو. هذا الطلي مال مصطفى هم مبقم اي مبقم اصيل وهم عرشيلي. اي عرشيلي حلو كل المواصفات شلون المواصفات الحلوه دي. اي نعم عملته مصطفى 550 550 يعامل مصطفى. عين ابو عبيده شلونك؟ كل عام وانت بألف خير ان شاء الله. عزك يبارك فيك. كان خمسه بعنا منهن اثنين وظلنا ثلاثه. كل التوفيق. الله يسلمك. انت جامع الوكرين في وكر واحد. ايه نعم العين توه تهنت به رجيده. العراشيل ولا
والقريشيات. انعاج درجه ولا ما درجه ها؟ يقول انعاج درجه ولا ما هو اللي يجني لو يجني زين لو ما يجني. ابو عباس ايه ولا تون. احنا الحسن حسن البضاعه ما شاء الله. نعم خير من الله ايه. بعد هو المشاهد جاي يشوف هاي ايه. موجود عندنا من عتنا 30 انعاج ما شاء الله. اذا جناوي يدور درجه ولا خلي يجينا نبيع له يمنا. اي كلها هاي قصه خلي يجي يتدلل ايه. ابو عباس عيني بين للمشاهد اول مره مواصفات العراجين. هاي كل مواصفات. اي شنو مواصفات؟ ابدين من الراس. اي هو اذن وجه. شكل الاذن خلي يشوف شكل الاذن شنو. تذكر نشرناهم قبل 5 سنين 6 سنين. اي لحد الان يسالوني عليها. نعم هاي بالبيت نشرناها. احنا نريد المشاهد يستفاد ويعرف. اي هاي هاي شكل الاذن يسمونها هاي رطله. إيه اقول رفله 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 اذن. اي وجمال جمال وجه وشكل الوجه راس إيه كبر الراس يفرق إيه عن البقيه. اي إيه شقه ما شاء الله يعني يقصد الجسم طول الجسم. اي شقتها درجه ولا ما قليل انعجم مثلها العلو الارتفاع. اي الارتفاع راقي. اي انعجم مواصفات يعني خشانتها جمالها جسمها. نعم نعم ايه مو احنا جنينه لو درجه ولا لو ما نجني. احسن يا شاري كنك باين. ها؟ يا شاري كنك باين. نعم 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 نعم. مو حرامات مين والله صحيح. انا هم اقول لهم نتعب التعب العلي الزينه مو حرامات. ابو عباس تقريبا القريشي شبه يعني يتوالم مواصفاته مو بس شكل الاذن تختلف. اي بس الاذن. بس شكل الاذن. بس الاذن خشانه جسمها احسن احسن اعرض. اي اي شو اسمه شو حاضر. اي ابو عباس برايك انت ايه يا صنف افضل القريش احنا بدياله. ايه بدياله شو تفضلون؟ نفضل العرشيلي. اها اهل الجنوب ايه يفضلون القريشي كل من جنيه. نعم كل ديره لها جني. احنا جنينا هذا العرشيلي. نعم هاي ولاده مال دياله. اها هن ثلاثه دياله بس هاي يعني عرشيلي مال دياله. هاي من غنمنا. نعم اي هاي مال دياله. هاي ولاده منطليه اللي هذا اليوم هي التداور عندنا. فهذا حلال دياله. نعم نعم لا علي راح زين ابو حيدر لو جينا للاسعار اسعار الثلاثه نعمل عليهم بثلاثه ونص. ثلاثتهن بثلاثه ونص. نعم ثلاثتهن 3.5 ملايين. وبيهن مجال. اي بيهن مجال مو سعر حلال خير من الله درجة أولى مثل ما جاي تشوفون هنا. وهذا الطين من بناتنا يعني بس مو بنات ذن بس إنهم. نعم نعم واضح. غنم عراقية ما شاء الله خير من الله نظيفة خشنة مو كبار إن شاء الله. عملتهن 850 وبيهن مجال للعملة. هنا طريقة العملة والعملة مو شيء نهائي لا حد ياخذ راس مال في مجال للعم يعني للتعامل. ها؟ قرح قرح هذا فحل قريشي ايش قد عمره؟ سنة؟ يعني بعد بيه اسنان لبنية بعد ما اه يعامل عليه 1.25 مليون. هلا عيني نفية هاي؟ وراها نفية. اي كم بطن؟ اول بطن. هاي اول بطن؟ اول بطن ما شاء الله. اي والله مقبولة وعلى كل عين. جم هاي يسمونها انتم ام العرموطة؟ العرموطة. وين هالعرموطة؟ يعني انا اي شوي خاف من العاج. اي تخافي؟ انا طلع عليها يلا تعال 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 تعال
ابو احمد هذه الفخره. هلا هو فاخر ما شاء الله بعد درجه اولى رقم واحد ما شاء الله. استاذ ماجد صحه العمله والله العمله من مار العمله يعامل عليها انمار 4 وربع درجه اولى راقيه ما شاء الله. ها بيش الدرجه اولى ابو احمد خير من الله هذا الامان ما شاء الله. نعم ما شاء الله مقفول على كل عين جمع درجه اولى هذا الهورشتاين الاصلي. نعم هاي تشيلي سمنتال سمنتال وبشره صغيره ايه ها 700 عام 10 اشهر اولاد العراق هاي شقد عملتها؟ 71 مليون و700 عمله بيها مجال بيها مجال اكيد شقد مصله؟ 300 350 واحد و300 واحد و350 مصله خير ان شاء الله. صور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه شلونكم؟ الله هسه هاي ايش وراها؟ وراها حوليه وراها حوليه وهي ام ثاني ام ثاني زين تنطيها على كل شروط الجني؟ تضرر تنطع نفسها نعم تمشي بالحليب هاي كلها مرجوعة دابة أما الحليب رزق معروف عند العالم كلها صحيح ونصاحة 3 أيام نعم والحولي هم من نصاحة الرضاعة هاي مواصفات الجني وعملة 3700 وبيها مجال 3700 وبيها مجال للمشتري. لازمنا بسوق البقر المطافين هذه عليها أعشار 7.5 بس خير من الله هي محمد ابو محمد عيني عيني هو الزين شي يضمه ويخفيه ايه ها صحيح هو الزين شي يضمه ويخفيه شي يضمه ويخفيه صحيح خير من الله ايه العمله العمله عملتها عامل عليها ب 4.5 ما شاء الله لتوصل 4 الى ربع خير من الله 3750 مصلة ايه ها بلادي عراقي بلادي يعني لا طخه لا شيء بلادي بلادي لا طخه قصدي مو مستورد هاي واضح 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 هذا كله سوق الابقار المطافين عيني باكر صباح الخير استاذ ماجد صباح النور عمري الله يسلمك الله يحفظك قد تعامل على هاي البشره نعمل عليها بواحد ونص عملتها واحد ونص وبيها مجال وايد ها بيها مجال وايد انت ذا ربحت يعني اشتر واحد تشيس نبغي نبيع ها تشيس نبغي نبيع بس 100 عمي 100 ها والله تخسر 100 حق تخسر شنو هم 100 شوف هاي العمله استاذ ماجد مليون و100 واحد و100 مليون و100 شوف ايش قد فرق 400000 ها يعني سائل محافظات يقول لك خاش دعوه يا عم نبيع بواحد ونص وانا بتيس نبغى نبيع بتستحاش شلون؟ بتيس نبغى نبيع ها وعلي يا الله بس ناخذها باقر عمي وصلت كيس النبق لو بعدها بعدها والله نص هسه نص هسه لو ربع كيس النبق ها ربع كيس النبق ان شاء الله ليش هاي بيها؟ واحد ونص بيها مجال صباح الخير صباح النور شلونك عمري حياك الله من خلالك كل عام وانتم بالف خير انت والمتابعين اللي يتابعونا الله يسلمك وانا من اعايدك منا من يوم قناتك انت ومتابعينك كل عام انت بالف خير والمتابعين مليون خير منو حضرتك سبهان فارس ابو ابراهيم والله علم سبهان الربيعي الله يسلمك اي بس براك بس احنا نريد نسال هل اسمع اسمع بس دقيقه شلون ما يعرفون هذا من الناحيه ايوه براك انا يوم العيد عبالي دي عايدني ايه يابا ادور له هاشه مال حليب مين اجيب لك العلم عايده غير على رزقنا ما بيها شيء هو يسال على رزقه شكو بيها عن الزينات اي بس الا بالعيد هيني صباح الخير عيني شلونك سلمك احكي لي على هاي شنو مطفيل شنو هاي مطفيل هاي وراها بكر ما شاء الله ايه على اساس بيع عشار بس احنا ما ننطي عشار هو انت مشتري له جناي ها والله مشتريها صار شهرين ما تدري بيها مخ وزعتنا من تشيت على اخضر العالم ايه ونخاف يسوون له شيء وجبناه نبيعها ما خير ان شاء الله هسه ايش قد تعامل شغلتنا غنم مو جاموس واحنا جبناها على الجاموس هسه شلون تعامل عليها هاي هي 3.5 عمله عمله
وبيها مجال؟ بيها مجال. تتساهلوا يا جماعه وبيعها؟ والله يتدللون. ها؟ يتدللون. يلا عاملوه. ياسر خذ ياسر. عامله. ابو محمد يقول بالعيد ما عيدت ولا فرحان دلالي. بالعيد ما عيدت ولا فرحان دلالي. اه يابا. والمات ابوه ما بكى مثلي على الغالي. اوه. والمات ابوه ما بكى مثلي على الغالي. يا اويلي اويلي هلا كل عام وانت بلف خير عينك. والمات ابوه ما بكى مثلي على الغالي. شنو هذا؟ هذا يقول الطول طول اش حلو العين عين الطير. يا يابا وش مدر من ذنب وتعاشرون الغير. اي والله صدق. والله صدق. شو هذا؟ هذا هضم. يقول الطول طول اش حلو العين عين الطير. ايه ايش بذر من ذنب وتعاشرون الغير. ايه صدق ايش طلع من ذنب. قال له سير علي للعصر قمنا وفرشنا له وذب الجقاره وزعل لما حكينا له. عاد يريد يزعل يلا مشكلته هاي. اي والله مشكلته خليه يزعل. هذا لاكوش. ابو احمد سم راسه. شلون عملت عيني لاكوش؟ والله نعامل 6.5 وصل 5 مصل 500,000 هذا لاكوش. نعم علي طلبي لاكوش. عندي هاجس منتظر عيني من رخصتك. اريد اسالك سؤال يتوضح للمشاهد اللي الاحظه بانه ايه؟ سعر اللاكوش غالي. السبب شنو يمك؟ السبب ليش؟ اي لان اكو عندي هاشان زينه وحليب مستعز به لو ما تبينها. اي لو طرحت. نعم فمضطر انا اشتريها لاكوش. بيش اللاكوش؟ اي سموه عجل صغير. اي عمود اي لا لا بدايه تو صغير مبين صغير. اي هو ما يسوى 400 احنا نشتريه ب 500 ليش؟ عمود هاي يشتي أمو ترجع جني. انت مضطر تاخذ. اي لا ما تبنها تنكسر. ها والله بدا ما تسوى لها مليونين ظل تسوى لها مليون. بدا ما تسوى 3 تسوى 2. اي اباه والله هسه الواكيش غاليه. تفوت بزايد 100 مو مشكله. اي هسه الواكيش غاليه ليش؟ اي هسه ولاده ماكو هاي الفتره. اي ولادات قليله. اي تمام بالتاسع الله يصير ولاده. ليش؟ هاي عندي هاشي سمينه تجيب اكصابه احسن من الجني. اها اطلع ابنها ابيعها واحد. نعم هي سمينه ابيعها هي واحد. اي يصير لاكوش رخيص شويه ينزل من السوق ماله. نعم نعم هي ولاده بعد ما جايه فهسه قليل يصير غالي. ممنون منك على هذا الايضاح. بعد شنو؟ اي اكو بيها تسقط او فشي. ايه؟ بعد ولادتها ما جايه. التاسع بالثامن ها تسقط شو اسوي بيها؟ اتانيها التلت عمرها 10 ايام 8 ايام ابيعها. ابيعها هي واحد. نعم هذا يصير لاكوش. واضح شكرا جزيلا على هذا الايضاح. هذا نكصابه مو؟ ايه مبيعات 3.5 هذني مبيعات مشترينهن. لا بالعقود اسمان. فوق العجل هذن مصل الزوج فوق الأربعة. في راس أبو أحمد. على راسي أنت وياه. أعطي أحمد. هذا حلال اخونا كاظم الباوي ماخذهن المطعم خز على الباوي مو؟ بيش زوج؟ 5600. سيد محسن صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زين. احكي لي اليوم ايش مشتري؟ اشترينا هاي مليون ومولي. الله يدير بالك. هاي اقصابه مو؟ هي اقصابه. مليون ومية. بس هي صدق دواها الاقصابه لان تضرب. هاي مليون ماخذينها. اقصابه. 500 اي. هذه. هاي اخذيناها مليون و300. 1 و300. هاي هم وياهن؟ اي هاي اخذيناها هي وهذيك. اي. بس اخذيناها مفرد. هاي 9.5. 9.5؟ 950,000. يلا موفقين عيني سيد. حبيبي. مشترين بايعين؟ ها؟ مشترين بس دول من مليون فصاعد؟ لا بس لا صورنا عملنا. لا 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 ما صورك. مليون فصاعد؟ ها؟ عم الله وقال لك السوق غالي. هذا كله سوق العجل. ماجد عيني الحلال الأكرم الزهيري. اي وصل 8.5. خير ان شاء الله. اي ثلاثتين؟ ثلاثتين 8.5. زين اوجه سلام. اي للشيخ خالد الفرمان من الاردن. ده السلام من حسن الكرخ بمناسبة الشفاء العاجل. خير ان شاء الله. عيوني يوصل ان شاء الله. هذا هو ثلاثتين مو؟
خير ان شاء الله. 3:00 8 ونص يسوم 9 عملتها بثلاثة. مليونين موصل. احنا هم نشتري. اكيد انت تريد تحصل. عفوا. ايه. بس ما جاي حصل. ها؟ آه؟ ما جاي حصل. هو انت لو حصل تبيع. ايش تنتظر انت؟ اي. احنا صحنا لا تمد ايدك. ابد. دقيقة دقيقة. هذا عملته 4 ملايين ونص. 4 ملايين ونص. شو موصل؟ وصل 3300 موصل 3 ملايين 300 الف. هذا كله سوق العجل. الله يحفظكم عيني. ثلاثة جل عامل عليهم ستة. ثلاثة اثنين ستة. ثلاثة اثنين ستة. ثلاثة ذني عملتهم ستة. عمر ابو علي. ها. 8 ونص ما عندي. خلنا نفتهم شنو 6 ونص؟ 1,650. ها؟ مليون و650. خير ان شاء الله. طاب الريال فراس. فور ذن. ما عليك فراس يمي. ذن اخذناهن. ايه. ب 4 الا ربع. 4 الا ربع. 3,750 اثنين حلوان. مشكور رحم الله. اي حبيبي ماشي. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. لا لا ما اريده. ليش هسه ماشي؟ لا ندور على الحج. العرس شنو؟ لا العرس بزبانه ما نشتري. هاي قول قدام تامر هسه كلنا يجنك. ها كلنا يجنك. ما اريد عمي ما اريد. يلا شوف احكي لي. عين هاي العدد 8. اي قصه واحده ما شاء الله. اريد الزوج باربعة. الزوج فيها مجال باربعة. اي خلينا نشوف من الرسول شنو مواصفات الرسول. عيني عجول كلها سرحية. عجت. ها عجت فقط. عجت. نعم. اها انت تجيب كله فاخر. كله بصمة. شنو بصمة؟ بصمة يجيب رسول يابا. على البصمات وداني. انت مشتري؟ مشتري ان شاء الله. خير ان شاء الله. شو اشتريت؟ شو وضع لي؟ اي جولة اكصاب. اكصاب انت قصاب؟ اي اكصاب. وين بيامكم؟ بالشعلة. بالشعلة. ايه. زين مرتضى حبيبي انت من اهل الشعلة. ايه. والشعلة بها جوبه همينه جوبه عملاقة. ايه. مثل ما يقول. اي بها جوبه مال اكصاب. زين ايش عجب تجي تاخذ منه؟ شوي بي مجال. هنا بي شوية ايه طقة يعني؟ اي بي طقة مجال. انت بعد انت خبير. احنا ما ندري. نوع العجل تقول خوش نوعيه؟ خوش عجل. عجل مال اكصاب درجة أولى. عجل مال ديالة. ايه نعم. بيها عجل مفول. اها خير ان شاء الله. 1,400 شي على شي. مليون و400؟ ايه. الواحد؟ ايه مليون و400. كل التوفيق حبيبي مرتضى. عيني. عيون عم ابو احمد. عيني. شلونك؟ الله يحفظك. عيني عزة. اخو سلام خاصة لك. قال ابو احمد سلم من جاب السلام. وصاحب السلام ايضا. فيك اكثر يسلمك. اي منو؟ عم ابو احمد انا ولد ما اعرفه. انت ما تعرف. اي جاي يمشي بالسوق فجأة لزمني وحبني. قال سلامي خاص لابو احمد. وين هو بالخالص؟ قال سلامي خاص. قال واجهة ديالة ابو احمد. ايه. بالاعلام يعني. ايه. الاعلام اقوى اعلام صار بديالة على راسي. يعني جاي يظهر الاعلام ما ديالة بين ديالة بخير ان شاء الله. بخير. اي قال يعني وهلها بخير ان شاء الله. ان شاء الله ديالة بخير وهلها بخير. عيون ابو جويدة. عيون عمو شلون يقول فدول تيل تاوى بعقوبة. لا 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 وهذا ابيض باسود. هذا الابيض. اي هذا السبب 2.4 بس الابيض وحده. مصر 7 الا ربع. 7 الا ربع. شنو 7 الا ربع؟ 1,700. مليون و765 الابيض. وهذا الابقع. اي هذا عين مبروك. شو مشاور ما ندري بعد. يلا الى باكير ب 2,600 عملتهن لو مصلات عملتهن. هذين الاباتشير الوحدة على 1,200,000 بس حلوات. خير من الله كلهن ما شاء الله. اسمان وحلوات. هلا حبيبي شلونك؟
هذا سوق الأباشير اللي تستخدم للتسمين وجو الاثنين سعرهن الزوج. اثنين جو الاثنين. هاي ربطة كاملة. هذا العملة شقد عمره؟ فوق السنتين. وعملته 600. 600 عملته. ماجد حياك الله وحياك يبارك بيك. احكي لي على ذني شنهن. والله استاذ ماجد ذني بعنان للاخ، انا بعتن اثنين وولدهن، يعني بعد وحده مطفل بعت لي اياها ب 550,000. هن وبناتهن؟ هن وبناتهن اربعه. حلو. اي خط ونخله وبسبوره. بعد اي خط ونخله وبسبوره، بعد ما بدلت 30 سنة. حلو. هاي باوح، هاي وحده من عدن تعجبها مقتدى. حلوه. هذا اخونا مقتدى، سيد مقتدى. على راس سيد ماجد حبيبي الله يحفظكم. عيني موفقين. عيني لو. يلا اهدينا الأحبة، احنا نريد نفيدكم من خلال خاننا محمد العزاوي، طبعا رباط. لا تشوفون عمره بعد بمقتبل العمر، بس هو ترى مطقطق. ها مطقطقين كين كلهن مطقطقين. لذلك بما انهم مطقطقين كلهن اريد يفيدكم. اعتبرني انا اريد ابدي بمشروع التسمين مال العجول. نعم. او الاباتشير او غيرها. اي شيء اباتشير. شلون ابدي؟ لازم عندك مساحة حقل. عندي حقل اول مرة. اي حقل طبعا كبير. اي مزرعة بصفة. يعني مثل ما يقول اهلنا هيئ العلف قبل الاحصان. هو هيئ قبل الاحصان. المعلف. المعلف قبل الاحصان. خوش. يراد لك حقل. اي. يراد لك مزرعة. يراد لي مزرعة ملحقة. ملحقة بصفة. مزرعة مال ايش؟ مال جيت، مال برسيم. لان يحتاج خضار. طبعا يوميا راد للمغرب خضار. زين هساني هيئت حقل وفق المواصفات. شنو مواصفات الحقل؟ حقل يعني نصف مكشوف مو؟ طبعا مكشوف. لا نصف مكشوف. نص طبعا. اي. بي مسقفات. بي مكشوف. وبي حوش. اي وعالي كود السقف. عالي حتى حرارة تدريج اجواءنا حارة. طبعا حارة. مضبوط. مضبوط. كم يراد لملحقات استاذ محمد ويا الحقل؟ طبعا يراد لك مخزن مال اعلاف. مخزن للاعلاف. مخزن للاعلاف. او التبن مو؟ التبن، الطحين، والتلن. اي. ثانيا يراد لك قفص ثاني صغير مال لقاح. استاذ وين هذا السوي؟ تقصد محجر؟ محجر. محصر. محصر. ثاني محصر صغير خاف عجل عندك مرة شيء تعزه بهذه الخانة الواحد. حقل هم صغير. صغير نص الحقل تقسمه بس صغير. مال عزل هذا. اللي يتمرضين غير. زين. محمد عيني. عين استاذ. بالنسبة للهسة احنا كملنا. نريد نجي نختار العجل. طبعا تجي هم اكو هم اكو يعني اختيار عشوائي حال. طبعا عام شامل. لا 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 تجي العجل تختاره. اي تجي عجل لازم عريض من اللي ورا قفاء عريض. مقفاء عريض. رجله متينه. رجله متينه. اي هذا عمود بالدفع، هاي يصير عجل عمود العجل يدفع. اها والله يعني اسمع اكو عجول نوعيتها ضعيفه منبل نسميها. هذا ما يجي له مسنبل مسلوع. هذا ما يجي له. هذا ما يدفع ولا يجي. أبد. خساره مو خساره مو ربع. خساره مو ربع استاذ، بس العجل مثل تلقى قفاه حلو ورجله متينه يتخاف منه. نعم. هسه اقول اختارينا العجل، اذا ما عندنا معرفه باختيار العجل نستعين بشخص مثل حضرتك. حاضرين احنا استاذ. يبارك فيك. زين اشترينا نقول. اي عيون استاذ. اشترينا. نعم استاذ. زين. ايش راح نسوي؟ اول ما تاخذ استاذ الحق التنقيب خاف الحرارة تضربه تحت الجلد جرعة. لقاح كامل مكمل. طبعا هاي اذا احنا ما عندنا معرفة نروح للبيطري. للبيطري تطلع من الناس تضربني وتطلع استاذ. هو يعرف ايش ينطي. طبعا. نعم. محمد عيني هسه انا اختارينا العجل وانطينا الجرعات المطلوبة اللي انطاهن الطبيب البيطري. نعم استاذ. بالنسبة للعلف اجيكم افتح الجواني لا لا استاذ لازم شوي شوي تعلم اول شيء بس تبدا تبني الخضار والعلف نقول شوي شوي مده ثلاث ايام اربع ايام يلا تعلم على العلف زين واذا انا ما عندي معرفه وجيت وترى استلم علف يتبشى من الحلال استاذ كله شو تقصد بالتبشى؟ ياكل زايد ينبشم يقوم يموت والله تصير عنده نفخه اي نعم وهذا ممكن اذا بالجو الحار ممكن ان يصير هلاكات هلاكات طبعا تصير بي وهاي واحنا ما نريد الوضع يوصل لهنا اي نعم استاذ زين
انطيه هسه احنا تدري شويه مده 3 ايام 4 ايام يتعلم على العلف انه بسربت. نعم احنا نربط سوا صحيح، بس خلي نشوف يعني المشاهد يعرف الكميه التقريبيه العجل اللي ياكلها يوميا. ياكلها من 5 إلى 6 كيلوات يوميا. بس اعلاف ويا ذب تبن، وهاي تعرف تبن. اي زين محمد، شنو انواع الاعلاف؟ والله استاذ الاعلاف عندنا على الزينه الشعير تجرشه جريش مال الشعير. زين ليش ما تنطيه هيك اصحاح؟ ما يدفع، ما يعبره قبل، يطلع قبل الشعير قبل يطلع. والله اذا ما ينطر ما ينهضم طبعا. اي هاي هم ملاحظه اريد اي جريش عندك الطحين اي خبز اي خبز وكل، بس ما معفن، خبز نظيف اكيد. اي ليش اذا معفن يسمم الحلال؟ اي يسبب تسمم حتى المشاهد يعرف بانه يسبب تسمم. خاله وياه خاله ما يسوي برجه بالحلال، وهاي شو تسوي؟ الخاله تسوي برجه. برجه يعني لمعه؟ لمعه بالحلال. يقصد محمد برجه لمعه؟ لمعه. زين يقوم يلصف؟ اي طبعا يلصف. استاذ محمد عيني هسه انا حسب ما اشوف بالسوق العجل أيه. اكو ناعم، اكو وسط، اكو خشن. نعم. شنو اللي اختاره؟ والله اختار الخشن. خشن طبعاً. ليش السبب؟ الخشن ما يتعبه، يجي بسرعه. بسرعه يجي طبعا صار. محمد عيني العجل خلال فتره التسمين كلها تقريبا ايش قد ياكل؟ على الحجم يعني بيها جو تاكل طن، بيها جو الطن، الوسطان 750، الناعم 500. نعم حسب فترة الرباط 6 اشهر 5 اشهر السنة العالم تخلي. نعم. محمد عيني هذا المشروع يعد مربح برأيك انت؟ والله ما بيخسر، مربح وخير من الله ما شاء الله. كل التوفيق. رحم الله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشكور. عيون أستاذ. على راسي. عين أستاذنا العزيز. صباحكم الله بالخير والعافية. سؤال اليوم. مبارك وعلى كل أمة محمد. آمين رب العالمين. محمد وآل محمد على بركة وخير أمة محمد إن شاء الله. للجميع. الله يحفظك. عين أستاذ ماجد. نعم. أستاذ ماجد. امرأة أبوها نبي وجدها نبي وخالها نبي وأخوها نبي وزوجها نبي. ما شاء الله. كلهم أنبياء. شلون بركة ربي. حتى جتهم الثالث، جتها الثالث نبي. ما شاء الله. والله. الثاني إيه. كم مرة ذكر رمضان في القرآن الكريم؟ كم مرة ذكر؟ انذكر كم مرة؟ هذا هم سؤال ثاني وممنون له. عين سعد عين أبو حسن معلومة له سؤال؟ لا سؤال إن شاء الله. يا الله تحية إليك ومتابعيك الكرام. يعزك عيون أبو أحمد الذهب. سؤالنا اليوم إيه؟ ما هو الفرق الزمني بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه؟ الفترة الزمنية إيه؟ كم عدد السنين بيناتهم؟ نعم ممنون لك. عيون تحياتنا لك ولمتابعيك الكرام. تحياتنا. أنا عماشين. أكو سيارة. إيه. ومضوجة لكل العالم وبالنسبة أنا منهم. أنت منهم. إيه. يا سيارة هاي. التريلة. التريلة. إيه. إذا 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 ما كتريلة بيش ننقل يا معود؟ عم. ليش مضوجتك؟ مضوجة هورن أولاً. ليش البكتة؟ الهورن. يمشي سرعة. إيه. ها يمشي سرعة وهو ما عنده تخفيف، عنده بس تخفيف ما عنده برك يعني قبل يوقف بالمكان. ها اي والله زين. فما اشوف اغلب الحوادث من وراء التريلات. اذا انت من وراء الهورن. من وراء الهورن. من خلالك يا مرتضى الذهب نريد ننقل للمجتمع ايضا رسالة. ايه يعني احنا خلي خفف الهورن شوية. مو بس الهورن، كل هاي الاصوات ترى الاصوات يعني التلوث الضوضائي هو اعلى انواع التلوث بالعالم، خاصة من يمشي سرعة القحط الرجرج. صحيح. ممنون لك. على راسي. مشاهدينا الاحبة وصلنا الى نهاية مقطعنا لهذا اليوم، ان شاء الله نتمنى ان يكون هذا المقطع قد عجبكم. واليوم هو الاثنين الثالث من يوليو تموز 2023، مثل ما قلنا بالبداية ايام العمل الاثنين والخميس فقط في هذا السوق، ويبدأ العمل من الفجر قبل الظهر يكون السوق قد انتهى. تحياتي للجميع وخصوصا مصورنا سيف الزهيري. على رأسي انت والزهيرية.